يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، هل هو دعاء عليه باللعن أو هو خبر بأن الله سيلعن من يفعل هذه الأشياء؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه إخبار عن الله، ويحتمل أنه إنشاء اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين خطير، سواء كان خبرا عن الله أو هو لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.